وصفة كتير روعة، لو جربتوها حتنبسطوا كتير منها. مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كتير لكم. يلا على الوصفة. فلي الدجاج، نصف كيلو فلي الدجاج. ممكن ناخذ الورك او ناخذ صدر الدجاجة. انا عملت نصف كيلو من صدر الفراخ. 50 جرام زبدة، نصف قالب صغير، نوضع على حرارة اقل من المتوسطة، وبنقلب المكونات حتى يتغير لونه مثل ما انتم شايفين. نعمل الصلصة للدجاج، نوضع نصف كيلو زبادي، 500 جرام زبادي نصف كيلو او نصف لتر، معجون الطماطم معلقة كبيرة 30 جرام، ونوضع البصل والطماطم والفلفل الحلو والثوم، نوضعهم كلهم بالخلاط ونضربهم، وبنوضع فول سوداني تقريبا 50 جرام يعني بالتقدير يعني، بنوضع قليل من الهيل، بنوضع شطة بودرة، وبنوضع الكمون، وبنوضع كزبرة قليل من الكزبرة، ونشا ذرة معلقة صغيرة، ومرق الدجاج تقريبا 2 مكعب 15 جرام بيطلعوا. وإذا كان ما بتاكلوا فلفل حار ممكن توضعوا بابريكا فلفل حلو. نوضع الخليط كله بعد ما ضربناه على الدجاج فلي الدجاج، ونتركه 15 دقيقة على حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقة. بعد 15 دقيقة هيك أصبح جاهز، ممكن نقدمه مع الأرز، مع الأرز الأبيض، كتير روعة وكتير مميز. أتمنى أنه أنتوا تجربوها، مش هتندموا، هتعملوها باستمرار إن شاء الله. كتير لذيذ وكتير مميز، ممكن نوضع نزينه بالزبادي، نزينه وبالبقدونس أيضا. صحة وألف عافية. انتظرونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كتير لكم. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.